دابا واش بغيتي نتكلم لك على راسي بانني ملقح؟ هو غير اسمعني وخليني نكمل، وخليني غير نكمل الله يرضي عليك. الا بغيتيني نقول لك انا ملقح، انا ملقح ثلاثة المرات. بغيتيني نجبد الباس فاكسينال ديالي ونوريه لك، راه ما عندي حتى مشكل، ولكن غنوليو في الشعبويه الا غنجبد. انا كندعو انت، كندعوك الاستاذ انه اجي ونوريك الباس فاكسينال، سينو غنوليو فواحد الشعبويه وكل شيء يدير الباس فاكسينال. وزعما هذا السؤال بهذا الشكل زعما فيه شي شويه، ما يمكنش. راه هذه حكومه مسؤوله وهادو ناس مسؤولين، كلهم عندهم باس فاكسينال، حتى ذاك اللي اتهم في وقت من الاوقات انه راه ما عندوش. فما بغيناش ندخلوا في هذا ديال السيد الوزير، هذه ديالي انا شخصيا لا، لانه هذا الشيء دابا هذا الشيء دابا ديال 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 الباس فاكسينال زعما وصل لواحد المستوى، وصل لواحد المستوى اللي ما فهمتش. ها انت سيدي، انا نوريك ديالي حتى انا، واخا ما كنتش باغي ندخل في هذا البوليميك هذا. أسترازينيكا الأولى والثانية والثالثة فايزر. ها هو سيدي، لا ما زعما ما كوميم زعما الناس مسؤولين، فما واش بقاو كنا الثانيين كل واحد هذا ما وانا على اين على اين. ما عنديش معطيات على هذا الموضوع بالضبط، ولكن اعدك ان شاء الله بانني نتفاعل معك مستقبلا. سي بورفيسي، انا جاوبتك قلت بانه الباب ديال عوده الحياه بشكل طبيعي هو التلقيح. الا ما كانش التلقيح، دابا حنا الان في الاول راه الحكومه خدت قرار يعني بواحد الخطوره وبواحد الاهميه بمكان ديال انه فتح المجال الجوي. شفنا الارتياح ديال المواطنين، ولكن عاود المواطن باغي يدخل لبلاده من حقه، وحنا فرحانين انه المواطنين كيتنقلوا بحريه وبسلاسه والحمد لله، الناس كيمشيو ويجيو، عوده الانتعاش والاقتصاد والسياحه وكذا. ولكن انا دائما تنأكد عليها وتنقولها بان هناك مسؤوليه ديال السلامه ديال المواطنين. حنا الان فتحنا المجال الجوي تنتبعوا تنشوفوا، وكل ما كانت الامكانيه والظروف طبيعيه ومناسبه